صراحه. قام أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بالطارف أثناء قيامهم بدورية بالطريق الوطني رقم 84000 بحجز كمية من السمك بمختلف الأنواع والمقدرة ب 3580 كيلوغرام، وذلك بعد تسخير الطبيب البيطري للمفتشية الولائية للمصالح الفلاحية أكد لنا أن هذه الأسماك غير صالحة للاستهلاك البشري. على أثر ذلك تم إخطار السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أعطى تعليماته باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، أين تم تحرير محاضر في هذا الشأن ضد المخالفين.